بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنكمل الآن على موضوع الأوفر لودينج، بس قبل في ملاحظة. الآن الذس دوت نيم بيساوي نيم، هي نفس الكود اللي موجود في الميثود اللي اسمها ست نيم. ما دام الكود بيتكرر عندي، أنا بكل بساطة ممكن أحكي له استدعي ذس دوت ست نيم بس، وأبعت الميثود هاي أو أبعت النيم هذا للميثود. ما دام الكود بيتكرر بستخدم الميثود نفسها، ست برايس، بدل والله ما كل مره اكرر الشرط هنا واكرره في الكونستراكتور وفي كل الكونستراكتورز وعندي التعديل اتغلب، بحكي له ذس دوت ست برايس، يعني روح استدعي الميثود اللي اسمها ست برايس وخزن الاي دي. هذا طريقه ثانيه ممكن تعمل، لما بدك خلي الطريقه اللي موجوده قبل واللي انت متعود عليها، ما في مشكله، بس هذه كملاحظه. الان انت يا باشمهندس بتحكي لي انه ممكن تعمل اكثر من كونستراكتور بنفس الاسم مع اختلاف المدخلات، صح؟ صح، جميل. ما دام الكونستراكتور زي الميثود، يعني بقدر اعمل اكثر من ميثود بنفس الاسم مع اختلاف المدخلات. بتقدر. كيف؟ حكي لك تعال. ممكن انت مثلا ممكن تحتاج انك انت تكرر الميثود اللي اسمها ست نيم. هتنجرب نكرر الميثود اللي اسمها ست نيم، ما بنفع تعملها بنفس الاسم، بس لو غيرت المدخلات قلت انتجر اكس بظبط. شايف؟ بغض النظر هل لها فايده ما لهاش فايده بالميثود هاي، بس كمثال انه هل بينفع انه اكرر اكثر من ميثود بنفس الاسم مع اختلاف المدخلات؟ بينفع. هذه العمليه احنا بنسميها عمليه الاوفرلودنج. جميل. اذا هنا لو جيت اطلعت استدعيت الميثود اللي اسمها set name p1.set name، هيكون في تنتين، ميثود بتاخد string وميثود بتاخد integer. طيب جميل، هذه العملية احنا ايش بنسميها؟ overloading. طيب بنفع المخرجات تتغير؟ لو قلت مثلا بدي والله نوع القيمة المرجع مثلا integer، بزبط؟ بيزبط، ما في اي مشكلة. اذا الاوفرلودنج انك انت تغير تعمل اكثر من ميثود بنفس الاسم مع اختلاف المدخلات، والمخرجات اختياري، ممكن تختلف وممكن لا. هيك لو جيت استدعيت هتلاقي هنا المخرجات اختلفت، ما في مشكلة. طيب بنفع يا باشمهندس تختلف المخرجات والمدخلات تضلها زي ما هي واخليها بنفس الاسم؟ قال لك ما بينفعش. تعرف ليش؟ تعال حط نفسك انت كشخص مكان الكومبايلر تبع الجافا، وانت هيك موجود في المين ميثود. اول ما تستدعي الميثود اللي اسمها ست نيم وبعتت مثلا نص اسمه اي بي سي، هل قلت لو انت شخص انا حطيتك وظفتك مكان الكومبايلر وقلت لك استدعي الميثود اللي اسمها ست نيم، لما يشتغل البرنامج اي ميثود من التنتين، على فرض انه هذه زبطت، اي ميثود من التنتين بدك تستدعي؟ ما هذه بتاخذ سترينج وهذه بتاخذ سترينج، تمام؟ حتى لو غيرت اسمه بضل انه بياخذ سترينج، فالكومبايلر صار كونفيوزد، بطل عارف انه بده يروح يستدعي اي ميثود. فعشان هيك ما بيزبطش انك انت تعمل overloading او تكرر الميثود بنفس الاسم وتخلي المدخلات زي ما هي. اذا الاوفرلودنج للكونستراكتورز انك تعمل اكثر من كونستراكتور بنفس الاسم مع اختلاف المدخلات انواعهم او ترتيبهم. طيب الاوفرلودنج للميثودز تعمل اكثر من ميثود بنفس الاسم مع اجباري اختلاف المدخلات اما انواعهم او ترتيبهم، واختياري اختلاف المخرجات، يعني ممكن المخرجات يكونوا زي ما هم وممكن المخرجات تختلف. وفي امثله كتير على موضوع الاوفرلودنج. احنا في كلاس الماث دوت كلاس، الماث دوت كلاس، الماث كلاس، في ميثود كانت اسمها ابسوليوت مثلا، كان في اربعه ميثودز ابسوليوت بنفس الاسم، واحده بتاخذ دبل وبترجع دبل، ثانيه فلوت وبترجع فلوت، الثالثه انتجر، كلهم نفس الاسم. هذه العمليه عمليه ايه؟ الله ينور عليك، overloading. برضو نفس القضية، لما انت كنت تعمل system out println كنت تبعت رقم كان يطبع، كنت تبعت double كان يطبع، كنت تبعت نص كان يطبعه، كنت تبعت character كان يطبعه، كنت تطبع boolean كان يطبعه. طيب هو شو المتغير اللي كانوا معرفينه في الميثود println؟ المتغير الجوكر اللي بيستقبل كل هدول، ما في متغير جوكر ولا حاجة. لو رحت على الprintlin هتلاقي في اكتر من ميثود اسمها printlin ولكن مع اختلاف المدخلات وتوحيد المخرجات، ما في مشكلة. فالمدخلات في عملية الاوفرلودنج اجباري تختلف في الكونستراكتور والميثودز، اما المخرجات فهي اختياري، ممكن تختلف وممكن تضلها زي ما هي. اذا الاوفرلودنج تعريفه هو
إنشاء أكثر من constructor أو أكثر من method بنفس الاسم، ولكن مع اختلاف ترتيب المدخلات أو أنواع المدخلات. أما في الميثود ممكن المخرجات تختلف وممكن تبقى مثل ما هي.